عيطله. Building and setting up open innovation platforms among actors in the ecosystem and bringing industry partners, value chain, large and small businesses, research institutions and startups to improve sector performance. He has recently been involved in setting up the We Agree Foundation for efficient farming systems and enhancing sector productivity. He has been involved in supporting and implementing community development programs to create job opportunities and support community resilience and building linkages with the market systems. He has a master's degree in engineering from University of Birmingham, UK. His speak today will be about water management innovations. And Engineer Raed, the floor is yours. تسلمي تسلمي دكتورة. مساء الخير جميعا. الله يعطيكم العافية، شكرا لحضوركم. شكرا دكتورة على التقدمة واللي تحدثت فيه. أنا بالإضافة لهذا الحكي أنا مهندس مدني خريج جامعة الأردنية، وكان التركيز تاعي في التخريج على موضوع الويست ووتر تريتمنت والويست ووتر ريوز، وعملت ماسترز بالووتر مانجمنت من جامعة بيرمنغهام، وبلشت أعمل شوية مع الحكومة، ما قدرت أطول مع الحكومة، بعدين طلعت عملت شركة بال95. فخلال هال 25 سنة 27 سنة الماضية شركة إيكو كونسلت، إحنا بنركز على مواضيع لها علاقة بالسستينابيليتي بشكل عام. السستينابيليتي اللي هو ووتر مانجمنت وانفيرومنتال مانجمنت، ومنركز على موضوع الافيشنت فارمينج سيستم وافيشنت اجريكلتشر والرينيوبل انرجي، وهدول بيشملوا شويه انجينيرينج مع شويه ديفلوبمنت بروجرامز راح احكي عنهم ان شاء الله خلال هاي المحاضره. المحاضره بعنوان ووتر مانجمنت انوفيشنز، راح يعني اتطرق فيها لعده اشياء، منها عن التكنولوجيز فور ووتر مانجمنت، ومنها عن الإدارة وأساليب الإدارة وعن الشراكات، ورح أحكي عن تجربة في الأردن، ورح أحكي شوي عن العالم العربي والتحديات اللي إحنا منواجهها في موضوع الووتر سكيرسيتي والووتر مانجمنت، وبالآخر رح أحكي عن تجربتي الشخصية والإستابليشمنت أوف ذا إنوفيشن سنتر، ذا نوليدج أند إنوفيشن سنتر، اللي له علاقة في مجال الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والسستينابيليتي. بشكل عام مسموع الصوت ولا بجوز بس اذا باخذ يسلموا ايديك. بشكل عام اذا بنطلع على الاردن، خاصة احنا مواليد الخمسينات والستينات والسبعينات، يعني سنة 1979 أنا بتذكر انعمل إحصاء للأردن، كان عدد سكان الأردن في هذاك الوقت حوالي 1.9 مليون، فبالثمانين عدد سكان الأردن 2 مليون، حاليا عدد سكان الأردن 11 مليون. نحكي عن نفس مصادر المياه اللي إحنا موجودة عندنا، إما مصادر مياه جوفية أو سطحية، حتى بعض المصادر السطحية قلت، بس تقريبا نفس مصادر المياه الموجودة عندنا بعدد سكان الضعف خمس مرات خلال 40 سنة أو 42 سنة. إحنا مورلس عندنا حوالي 100 مليون سوري 1000 مليون متر مكعب من المياه، اللي هي المياه السطحية والجوفية زائد المياه العادمة زائد مياه الدي سي، وهدول إحنا نستخدمهم لغايات الشرب ولغايات الزراعة وكمان للاستخدامات الصناعية. فهدول الألف مليون الكومبوزيشن تبعهم إذا بنطلع قبل هيك، يعني بالسبعينات والستينات كان تقريبا يجينا 200 مليون متر مكعب من نهر اليرموك. نهر الأردن جوردن ريفر سيستم كان يجي حوالي كمان حوالي 150 ل 200 مليون متر مكعب. هاي انخفضت بشكل كبير في التسعينات وفي 2000 و 2010 2020 انخفضت بشكل كبير، صار تعويض عنها في مياه الدي سي، بيجينا حوالي 100 مليون متر مكعب من مياه الدي سي، وصار تعويض عنها من تريتد ويست ووتر اللي هو المياه المعالجه اللي احنا بنستخدمها للزراعه. يعني احنا حاليا
بالأردن المياه المعالجة حوالي 140-150 مليون متر مكعب، منها 120 مليون متر مكعب تستخدم في غايات الزراعة وخاصة في منطقة الأغوار. أنا عم بحاول أعطي بس لمحة شوي على موضوع الباك جراوند بالنسبة لموضوع المياه في الأردن. 65-70% من المياه في الأردن بيروح للزراعة، يعني من 1,000 مليون أو مليار متر مكعب اللي إحنا بنستخدمها حوالي 600 مليون ل 650 مليون عم بيروح لغايات الزراعة. وأنا دائما عم بعطي أرقام حوالي وإلى آخره، لأنه إذا الواحد بيروح بتطلع على أرقام وزارة المياه والري الأغراض لغايات الزراعة بطلع رقم، إذا بيعمل ريموت سينسينج ساتلايت إيميجز بطلع رقم أعلى، إذا بسأل المزارعين وزارة الزراعة بطلع رقم أقل. فبس الأكيد إنه استخدامات المياه لغايات الزراعة تتجاوز 650 مليون متر مكعب، وحوالي 350-400 مليون متر مكعب يستخدم لغايات الشرب، و50 مليون متر مكعب لغايات صناعية. أكبر تحدي حاليا للأردن إنه إحنا عندنا مياه جوفية، وهي المياه الجوفية عم تنضب، عم تستهلك بشكل متسارع وبشكل كبير، وخاصة في المناطق اللي إحنا بنعرفها حوض اليرموك والأحواض الشرقية في منطقة المفرق في منطقة حوض الأزرق، صار فيها توسعات زراعية بشكل كبير خلال فترة التسعينات آخر الثمانينات، واستمر هذا التوسع، وهي بتستهلك 400 مليون متر مكعب من المياه الغير متجددة تقريبا، جزء منها متجدد من هاي الأحواض، وبالتالي أصبح عمق المياه الجوفية بدل ما كان 300-400 متر تحت سطح الأرض صار يوصل حاليا 600-700 متر تحت سطح الأرض. بالإضافة لهذا الحكي واللي هو عم بيحكس حاليا عن استهلاكاتنا واستخداماتنا، إن الأردن بنتج 2-3 أضعاف من احتياجاته الزراعية، يعني إحنا بنحتاج 400,000 طن بندورة، ننتج 1,000,000 طن بندورة، الباقي يصدر، وهذا التصدير هو يعني جزء منه مزبوط بخلق فرص عمل، ومزبوط إنه إحنا بنعمل تنمية زراعية ومهم لغايات التنمية على مستوى المناطق الريفية والمناطق القروية اللي موجودة في الأردن، بس إحنا بنصدر 600,000 طن بندورة. هدول 600,000 طن بندورة إذا كل كيلوغرام بده 100 لتر مي على أقل معدل، معناته مصدر 60 مليون متر مكعب مي. وهذول شو بيدخلونا؟ رح نحكي عنهم كمان شوي لقدام. فهاي بشكل عام لمحة عن الجودة اللاندسكيب في موضوع المياه. في جلسة أخرى على موضوع المياه بجوز رح يحكوا عنها بتوسع، بس أنا حبيت هيك أحطكم بالصورة ليش إحنا بنحكي ووتر إنوفيشنز، ليش بنحكي عن تقنيات المياه؟ لأنه وضعنا يعني وضع صعب بالنسبة للمية، والووتر سكيرسيتي كل ما فيها عم بزيد، لأن السكان عم بزيدوا، الاستخدامات عم بزيد، الطلب عم بزيد. طبعا إحنا كمان on top of this، يعني مع أنه الوضع المائي إحنا موجودين في منطقة سيمي أريد أريا أو أريد أريا، إحنا بنعتبرها من المناطق الجافة، بس إذا بنلاحظ خلال 20 سنة الماضية نسبة الهطول المطري عم بتقل بشكل كبير، يعني آخر 4-5 سنوات 10 سنوات تقريبا نسبة الهطول المطري نزلت بحوالي 20%. يعني المناطق اللي زي مثلا المناطق اللي موجودين فيها غرب عمان، منطقة السلط اللي كان ينزل فيها 500-450-600 ملليمتر صار ينزل فيها حاليا 350 ملليمتر، فإحنا حوالي 20% فقدنا من نسبة الهطول المطري. وصار يجي عندنا في بعض الأحيان بشهر 9 بشهر 10 زي ما حصل قبل 3 سنوات صار يجي عندنا intensity of rain عالية، حتى الانفراستركشر تاعتنا ما بتقدر تكيف معها. يعني الفلاش فلود الطلاب اللي راحوا في البحر الميت قبل 3 سنوات هذا كمان من علامات التغير المناخي اللي عم بتصير، بيجي high rain water intensity عم تهطل عليها الانفراستركشر ما بتحملها. فإحنا كمهندسين إذا يعني بنتذكر كانوا يحكونا عم نصمم على flood period of 40 سنة و50 سنة، حاليا لازم نصمم لفلود period of 100 سنة، لأنه صار تيجي عندنا في بعض السنوات flash floods بطريقة كبيرة، واللي صار قبل 3 سنوات يعني في منطقة وسط عمان انغمرت المنطقة إذا بتتذكروا. زاد السنة الماضية ما في عندنا شتاء،
فالسدود جفت تقريبا، يعني ما كان في اي ووتر سبلاي في 4-5 سدود اللي هم بيشكلوا جزء مهم من احتياجاتنا ومن الموازنه المائيه في الاردن. خلينا نطلع من الاردن شويه ونطلع على موضوع العالم العربي. احنا حاليا عدد سكان العالم العربي والمنطقه اللي احنا بنسميها ميدل ايست اند نورث افريكا، اذا كل الريسيرش تاع البنك الدولي او المؤسسات الدوليه لما يجوا يعملوا اناليسز عم بيحكوا مينا ريجن اللي هو ميدل ايست اند نورث افريكا اللي هي تقريبا معظمها دول العربيه. عدد السكان 500 مليون. سنه 1980 عدد سكان مصر كان 40 مليون، حاليا عدد سكان مصر 110 مليون. العالم العربي كان حوالي 300 مليون سنة 1995، العالم العربي حاليا حوالي 500 مليون. فالتسارع في الطلب على المياه عم بيزيد بشكل كبير. وقبل الكورونا food insecurity موضوع الفقر الغذائي في العالم العربي كان حوالي 15% من السكان اللي هو حوالي 70-75 مليون شخص، معظمهم موجود في اليمن، موجود في بعض المناطق في جنوب الجزائر، في المغرب، في سوريا بشكل كبير، بعض المناطق في العراق، في الأردن، فبيعانوا من food insecurity الفقر الغذائي حوالي 15%. طبعا دائما نسمع احنا موضوع الووتر سكيرسيتي والبوفرتي، ووتر بوفرتي. الووتر سكيرسيتي اقل من 1000 متر مكعب بالسنة of water resources per capita بيكون water scarcity، والألف متر مكعب هدول اللي هم لغايات الشرب والزراعة ولغايات الصناعة. فمثلا العراق حاليا عندهم أكثر من 1000 متر مكعب لكل شخص annually، فالعراق لا تعتبر water scarce country باتجاهها هلا مع السدود اللي عم بيقوموها تركيا وإيران، وعم بفقدوا جزء كبير من المية اللي من خلال نهر الفرات عم تدخل في موضوع الووتر سكيرسيتي. بس مصر مثلا بصلها 50 مليار متر مكعب من نهر النيل. لما كان عدد سكانهم 50 مليون كان 1000، هلا مصر 100 مليون فنزل ل 500. فيعني with population increase اكيد موضوع الووتر سكيرسيتي، والواحد اذا بده يجي يقسم الليميتد ووتر ريسورسز الموجوده على عدد السكان المتزايد كل ما فيها عم بقل. الأردن حوالي 95 متر مكعب للسنة لكافة الاحتياجات. لبنان 3000، بس إذا منطلع على كل معظم دول الخليج واليمن والأردن هدول بقعوا تحت البوفرتي لاين اللي هو تقريبا أقل من 100 متر مكعب لكل شخص أنيولي. طبعا اذا احنا كمان على موضوع الامباكتس على الفود سيكوريتي، وخاصه اللي شفناه اخيرا في حرب اوكرانيا وموضوع القمح واستيراد القمح، اكثر من 50% العالم العربي استهلاكه من الغذاء عم بيجي من الخارج، وخاصه المحاصيل الرئيسيه يعني القمح الارز. في عندنا حوالي 10 محاصيل البقوليات، 10 محاصيل رئيسية، الزيوت، هاي أكثر من 50% تنتج خارج على العالم العربي وإحنا بتم استيرادها. فأي شيء بيصير على المستوى العالمي من ناحية إما حروب أو من ناحية الإغلاقات اللي صارت خلال مرحلة كوفيد وكورونا أثرت بشكل كبير على الدول اللي ما كان عندها محصول في هاي المواد. بالنسبة لموضوع هذا الزراعة والفود سيكوريتي حكينا فيه على مستوى العالم العربي ومينا ريجن، إذا بنطلع على موضوع المنسيبال ووتر يوتيليتيز وهدول اللي هم عبارة عن مرافق المياه اللي بتزود المياه لغايات الشرب للمستهلكين، معظم مدن اللي موجودة في منطقة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، منطقة في مصر ما عدا تقريبا دول الخليج العربي وتونس لما قبل الثورة، كانت تعاني من موضوع شح المياه وأنه إحنا ما عندنا مرافق مياه water utilities.
that are capable to deliver 24/7 water supply لكل الناس وكل المستهلكين. يعني موضوع التوفير المية بشكل متواصل بنوعية جيدة لغايات الشرب ما كانت موجودة. بالعادة الشخص في بعض الدول الخليج مثلا بيستهلك 200-250 لتر في اليوم لغايات المنزلية اللي من ضمنها الشرب. عندنا في الأردن حوالي 90 لتر بير دي لغايات الشرب. اليمن أقل من 40 لتر باليوم لغايات الشرب. وبالتالي موضوع يعني تأمين احتياجات الشرب عم بصير مرهق لليوتيليتيز، ولعدة أسباب منها أسباب تتعلق في الديمومة المالية financial sustainability of water utilities، منها أسباب تتعلق بشبكات المياه وال performance تاع شبكات المياه، ومنها أسباب تتعلق في موضوع availability of water supplies. يعني إحنا مثلا بالأردن عندنا شبكات مياه جيدة نسبيا، ولكن ما عندنا available water supplies إنه نزود فيها بشكل مستمر 24/7. فرح نحكي شوي عن how to deal with this وموضوع ال water innovations وكيف تدخل في موضوع ال water utilities. يعني هذا تقريبا ملخص للتحديات اللي بتواجهنا، إما في موضوع التخطيط أو رسم السياسات والريسيرش والإمبليمنتيشن اللي هو زي ما حكينا الجروث إن المنسيبال ديمانس بشكل متواصل وسريع، الكلايمت تشينج، بعدين الأربانيزيشن الموضوع اللي هو المدن وتطورها، وإنكريزينج فور ديمانس بياند برودكشن. بدي أوقف هون إذا في أي أسئلة معينة وبعدين بنكمل بالمحاضرة. درست برضو ببيرمنغهام، خريجة بيرمنغهام، بس بدي عندي سؤال. أنت ذكرت كل التشالنجز بس ما ذكرت الكلايمت تشينج على الريسورسز. لا حكيتها بالأول. بحس هي المين تشالنج اللي هسه بيواجهه، مش بس الأردن، الأردن متأثر بالكلايمت تشينج أكثر ما هو مؤثر. أكيد. متأثر كريسورسز. بعدين شغلة ثانية، I don't think the infrastructure يعني عنا as good as you said. يعني في عنا مشكلة بالإنفراستركتشر، وعنا نسبة فاقد جاوزت 50%. most of it مش بس ناس يعني ما يعني بسرقوا مي زي ما بتحكي، بس في شبكات مهترية في المحافظات. يعني في الكرك عندك مثلاً 86% نسبة الفاقد. كثير صح؟ فهو هي كلها مجتمعة على بعض population، وحتى political state إحنا كأردن ضمت كثير لاجئين. فبحس challenges واسعة كثير أكثر من إنها تكون بس population. لا أكيد. أنا لما حكيت عن زيادة السكانية، شكرا لسؤالك، لما حكيت عن الزيادة السكانية هي أكيد مش زيادة طبيعية، هي هجرات، معظمها كان هجرات. واللي لاحظنا يعني آخر 10 سنوات الهجرة اللي صارت من روسيا من سوريا حوالي 1,200,000 شخص دخل على الأردن. حرب التسعين، الحروب اللي صارت يعني خلال 50 سنة الماضية هي اللي أدت إنه عدد سكان الأردن يرتفع من 2 مليون سنة 1979 أو 80 وصل لحوالي 11 مليون. فالهجرات أكيد بشكل كبير. أنا كنت بحكي إنه يعني على موضوع الشبكات والووتر سبلاي نتوركس، حتى يعني بوجودها بشكل مقبول نسبيا، لكن إحنا لو ما عندنا مية إنه حتى نقدر نعمل سبلاي 24/7. يعني إحنا في بعض المناطق، أنا زرت جدة وزرت الخليج قبل، اشتغلت على مشروع الشعيبة بال 2008-2009. في بعض المناطق كانت في جدة وخارج جدة كان في عندهم ستاند بايب، اللي هو كل 10 بيوت 15 بيت عندهم ستاند بايب وبصلهم، لكن هم بيعملوا تحليه مشان يوصلوا المي. احنا صراحة الحكومة ووزارة المياه وسلطة المياه اشتغلت شغل كثير، ما هيك لسه طبعا بدنا تحديث للشبكات، بس اتليست لو الشبكات كانت كلها جاهزة ومحدثة، بالوضع الحالي احنا ما عندنا enough water supplies
to be able to feed 24/7 لكل الكاستمرز الموجودين. ياسر غنام الاجتماع الانشائي وضبط الجود للشعب المدني. يعني الحقيقة كل ما بيصير مؤتمر خصوصي في مجال المياه بقولوا انه احنا الاردن افقر بلد في العالم في المي واحنا كذا واحنا. بعدين انت لما تقرأ القرآن العظيم ربنا قال في الكتاب العزيز في سورة نوح قال واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بالحديث الشريف ليس بعام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. كمية المياه اللي تتبخر من البحر ومن اليابسة هي نفس الكمية لكن بالأخير ربنا بوزعها كما يريد. إحنا حقيقة بحاجة إن نراجع أمورنا مع الله عز وجل حتى أمور المياه ما ضلنا نشكو من قلة المياه الحقيقة. وهذا طبعا هذا مع الأخذ بالأسباب إنه نحافظ على المياه اللي بتنزل وتجميع السدود والآخر. فبقول من أحد الحلول الحقيقة هي إنه نتقرب من الله عز وجل حتى تحل مشكلة المياه عندنا. وجزاك الله خير. صراحة أنا بتفق معك بس مش بس لمشكلة المياه في مشاكل كثير بجوز لازم نحلها. تفضل. سوري. مساء الخير استاذ رائد. انا يعني شفت انه عملت انت تشخيص كامل لوضع المائي في الاردن ولكن برايك احنا بدنا بعض الحلول المقترحه او المطروحه حاليا لحل هاي المشكله. احنا عندنا مشكله اوكي كل الاردنيين بيعرفوا عندنا مشكله حتى كل الشرق الاوسط عنده مشكله مشابهه لكن بدنا حلول. هلا احنا سمعنا بالحلول بانه المياه او كميه المياه اللي طالعه من الديسه ممكن انه تزويدها للمناطق السكنيه وفي عدد كبير جدا بيستغل هذه المياه اصحاب رؤساء الاموال والمزارع. بدنا نشوف شو صار فيهم. بدنا معلومات حقيقيه عن الموضوع. بدنا شيء عن مشروع القناه البحرين ريدد مثلا نشوف شو صار فيها. بدنا نشوف شو صار بالابار اللي عليها اكسسيف يوز من قبل المتنفذين في المناطق اللي حكيت عنها. اعطينا الوضع المائي الحقيقي المائي الحقيقي اللي موجود في البلد بدون يعني تحفظ على بعض القضايا. احنا حافظين الدرس وعارفينه بس بدنا نبين بعض هذه النقاط للناس نشوف شو اللي صاير وليش عندنا هاي المشكله ولماذا تم تفريغ السدود مشان الاتفاقيه اللي مع خبرها والاخوان معهم خبرها. يا اخي اعطينا الصافي. احنا بندور على ناس اعطينا الصافي عن كل قضايا الوطن. اعطينا بوضوح شو اللي صاير بالنسبه للوضع المائي في الاردن. شكرا. اسمحوا لنا نعطي الاستاذ وبدنا منك تجاوب بعدين بدنا نكمل بنكمل المحاضره. صحيح. بالنسبة لموضوع الحصاد المائي بالذات في المناطق الصحراوية يعني ليش ما الحكومة تأخذ بهذا الاتجاه وتستخدم المياه للزراعة وللثروة الحيوانية. تمام نأخذ آخر سؤال وبعدين نكمل. هو استفسار زي ما الأخ بجنبي سأل. هلأ إحنا أخفض نقطة بالعالم البحر الميت اللي هي الكون اللي هو المحقان اللي هو نازل تحت يعني كل المثروات العالم بتنزل عنا يعني المفروض يعني من نفط من مية بس إحنا صراحة الظهر إنه مغطى على عيوننا ومش عارفين شو يعني صرنا هاي الأفكار تخالف الطبيعة. الطبيعة بتحكي إنه أخفض نقطة بالعالم فيها كل إشي إحنا صرنا العكس الظهر قلبنا الكون لفوق. بس هاي الفكرة طيب عشان تمام. نفهم بس تمام. أنا بس بدي أبلش بالأسئلة الأخيرة لأنه أسئلة المهندس مقدر بتها جلسات. بس خلينا نحكي موضوع الحصاد المائي. حاليا الحصاد المائي الأردن تقريبا نسبة المطر اللي بتصله خاصة في المناطق الصحراوية أقل من 100 مليمتر بالسنة وهذول بيجوا عن عبارة عن ربع ساعة نص ساعة فلاش فلود والأرض حتى هناك ما بتقدر إنها تشرب كثير من المية لأنه
الطبقات اللي موجودة هي طبقات غير منفذة للماء، ففيها تجميع حصاد مائي، ولكن أنت بتحكي عن حفائر، هاي الحفائر قدرتها من 50,000 متر مكعب ل 200-250-300,000 متر مكعب، في بعض الحفائر الكبيرة قدرتها 1,000,000. وصراحة السنة الماضية ما جمعت، يعني الحفائر موجودة بس ما نزل مطر إنه يجمع من الحصاد المائي. أنا بقول هاي حلول، يعني هي عبارة عن حلول آنية وغير كافية لحل مشاكل الأردن. وبختلف معك بالنسبة للبحر الميت إنه أخفض نقطة معناته كل شيء بتجمع فيه. صراحة يعني أنا مش جيولوجي، بس إحنا عنا رفت، عنا رفت فالي، عنا من جهتين وأخفض نقطة فيه البحر الميت. هذا الرفت فيه كاتشمنت إيريا على شماله وعلى يمينه، فالكاتشمنت إيريا اللي موجودة مش كل شيء بيصب في البحر الميت ولا كل شيء بينزل البحر الميت. هيستوريكلي سبيكينج، تاريخيا البحر الميت كان يجي حوالي 900 مليون متر مكعب مي، عبارة عن فوائض من نهر الأردن ونهر اليرموك. إسرائيل أخذت منافذ المياه حولتها من نهر الأردن وودتها لكل الساحل على الساحل الغربي، وزودتها لكل المدن اللي موجودة هناك. سوريا طورت بشكل كبير الموضوع، وبالتالي إحنا بطل يدخل عنا بشكل كبير مياه للبحر الميت. فهذا هو السبب الرئيسي. البوتاس على الجهتين، جهة الأردنية وعلى الجهة الإسرائيليين، عم بيستغلوا 200-250 مليون متر مكعب من المياه اللي موجودة في البحر الميت لغايات التبخير. كمان هاي ضيعت منطقة اللسان اللي هي من منطقة الصافي، هاي كلها أصبحت مناطق جافة. فلهذا السبب يعني البحر الميت بده مياه بشكل كبير حتى يرجع لطبيعته. سريعا مهندس مقدر، أنا التركيز المحاضرتي على Water Innovations، التقنيات اللي تستخدم أو الاختراعات اللي تستخدم في موضوع المياه وكيف ممكن تساعد، وراح أحكي عنها. الأشياء اللي عم بصير هي أشياء كبيرة حاليا فعلا، يعني إحنا فقدنا للأسف حوض اليرموك وأحواض الأزرق والأحواض البادية الشرقية، فقدناها بشكل كبير للاستغلال الجائر. بعض المزارع تأخذ حوالي 200,000 متر مكعب مي، 200,000 متر مكعب مي إذا بدك تستغلهم لغايات الشرب، المتر المكعب بزود 10 أشخاص، المتر المكعب بزود 10 أشخاص بالنهار. فهذولا بيطلعوا عن قرية 4,000-5,000 شخص ممكن يتزودوا عن طريق مزرعة واحدة حاليا عم تستغل هاي المي. المشكلة إنه استغلال المي، ورح أحكي عنه، مش استغلال مجدي. يعني إذا أنا مثلا بزرع بندورة، قيمة متر المكعب بالمي عم بجيبها من دي سي بتكلفني 1.5 دينار، بأخذها من الأزرق أو المفرق بزرع فيها بندورة وعم بتكلفني 20 قرش، وبأخذ 20 قرش بطلعهم على سوق دبي وببيعها بنص دينار. طب ما أنا أوريدي صرت خسران 75 قرش، طب مي بتكلف لي ربع من دي سي. أنا بحكي على المناطق البوتابل ووتر اللي في الشمال عم بزرع بوتابل ووتر، لا حوض المفرق، حوض الرمثة، حوض اليرموك عم بيستخدموا فريش ووتر سبلايز. هلا في الأغوار عم بيستخدموا تريتد ويست ووتر وسلاين ووتر، مش مختلفين عليها. بس أنا أني أستغل المياه جوفية مشان أزرع زيتون بالصحراء، يعني بدي أمشي. خليني طب أمشي على موضوع الووتر، الووتر إنوفيشن. هلا إحنا نسمع بشكل كبير عن الاختراعات وعن الحلول المبدعة في مجال حل مشاكل المياه. الحلول دائما ليست شرط انها تكون عن تقنيات جديدة، ولكن صار مثلا حلول لها علاقة في موضوع الفاينانسينج، يعني موضوع انه احنا كيف الترتيبات المالية. صارت شركات الانجينيرينج مثلا تدخل مع شركات الكونستراكشن، تدخل مع الانفستر، تدخل مع البنك مشان يعملوا كونسورتيوم في بعض المشاريع كبيرة، زي مشروع جر مياه العقبة إلى عمان. صرنا نحكي عن متلازمة المياه والطاقة والغذاء، هذه من بعض الحلول اللي أصبحت، وهلا راح أحكي عنها. صرنا نحكي عن بعض التقنيات اللي هو الزراعة بدون تربة. الزراعة بدون تربة بتوفر حوالي 90%، يعني رأس الخس اللي بده 5 لتر مكعب مي، 5 لتر مي حتى ينمو، هذا بنقدر نوفر، احنا بنقدر نوفر 90% من هاي المي ونعمل زراعة عن طريق الهيدروبونيكس، وهذا اللي احنا اشتغلناه خلال الفترة الماضية وتخصصنا فيه. حل
حاليا 500 مليون شخص في العالم عم بيشربوا مي عن طريق التحليه. التحليه لما بلشت بالخليج وبالسعوديه تقريبا قبل 20 و 25 سنه كلفه المتر المكعب كانت 3 دولار، حاليا 40 سنت نزلت الكلفه ل 40 سنت لانه صار في تحديث على التقنيات، وخلال فتره الخمس سنوات الى العشر سنوات الجايه راح تكون كلفه التحليه عباره عن 20 سنت. طبعا اذا بنطلع مواكبه مع هذا الشيء، الكيلو وات اور كنا ننتجه ب 15 قرش من مصادر الطاقه الشمسيه، حاليا الكيلو وات اور عم ننتجه بقرش. فنزلت بشكل دراماتيك، بشكل مخيف نزلت الاسعار لانه التقنيات تقدمت، صرنا نستخدم سولار سيستمز، صرنا نستخدم مصادر طاقه متجدده اما من مياه او رياح. وبالتالي في بعض المشاريع اللي بنسمع عنها حاليا زي نيوم الكلفه راح تكون 40 سنت، يعني انت راح تحلي متر مكعب من البحر ب 40 سنت 30 قرش. المغرب عم بيشتغلوا على مشاريع تحليه بيعملوها للزراعه ومجدي اقتصاديا. فالتقنيات، التطور العلمي اللي صار في مجالات التحليه هذا بنسميه disruptive innovation، اللي هو innovation غير يعني game changer، غير شكل اللعبه. واصبحت بعض الدول زي الامارات وزي الخليج اللي كانت تصرف عشرات المليارات على التحليه راح تستخدم مصادر ماليه اقل وراح تقوم بموضوع التحليه بشكل اكبر. مصر بلشوا يشتغلوا بهذا الموضوع، في بعض الدول الموجوده بلاتن امريكا، في بعض الدول الموجوده زي قبرص زي اليونان بلشوا يعتمدوا على التحليه، جنوب اسبانيا بلشوا يعتمدوا على التحليه. وهذا اللي بشجعه انه كلفه التحليه للمتر المكعب نزلت من 3 دولار هلا وصلت 40 سنت او 50 سنت، كمان شويه راح توصل 20 سنت. فهذا شيء كثير مهم في موضوع الووتر انوفيشنز. في موضوع اليوتيليتيز طبعا احنا حكينا اللي هو الفاقد عندنا من المياه حوالي 50%. بعض الدول زي اليابان لانه بلشوا يشتغلوا على مواضيع الارتفيشال انتليجنس، كله ريموت سينسينج وكله سنسر تكنولوجي، خفضوا الفاقد من 50% زي ما كان عندنا، الفاقد بصل عندهم ل 3 إلى 5%. اسطنبول كان عندها فاقد 40%، حاليا 12%. فموضوع الووتر انوفيشنز كمان بيساعدنا انه نوفر مي. اذا احنا قدرنا نخفض الفاقد، شبكات المي بشكل كبير نخفضها، فهذا بيساعد على توفير المي. وكمان موضوع التريتمنت والريوز، يعني الاردن حاليا 15% من موازنته المائيه جايه عن طريق معالجه المياه العادمه في الصمره في بعض المحطات الاخرى، واعاده استخدامها وخلطها واعاده استخدامها في نهر الاردن او في غور الاردن. شوي يعني بدي ادخل على موضوع كمان الانوفيشن ان ذا فود سيستم. يعني احنا مزبوط بننتج مليون طن بندوره، بس الفاقد عندنا حسب الدراسات اللي عملت 15%، بالتالي احنا بنفقد 150 الف طن بندوره. هذول عباره عن 15 مليون متر مكعب. ليش بنفقدهم؟ لانه ما عندنا كولد تشين. البندوره بنلقطها بنحطها بالشمس تنتقل على ديانا من الغور بتصل لعمان للسوق المركزي بتضلها قاعده هناك، وبعدين بمسكها ببيعها على جال الطريق. هذا الفاقد بكل هاي الفاليو تشين 15%. البندوره اكثر شيء، بس البطاطا كمان بصير فيها فاقد، بعض المحاصيل الاخرى بصير فيها فاقد. فإذا إحنا نقدر نستثمر في مواضيع الفاليو تشين زي ما بتعمل الدول الأخرى منخفض الفاقد، وبالتالي هذا it's a water innovation، هذا عبارة عن توفير للمية بشكل كبير ممكن يستخدم. الزراعات المائية الهيدروبونيك سيستم زي ما قلت لكم، يعني مثلا إحنا كل كيلو بندورة بده 100 لتر مي، في هولندا كل كيلو بندورة بده 7 لتر مي، كل كيلو بندورة اللتر مو هو بكيلو، فكل كيلو بده 7 كيلو، احنا كل كيلو بده 100 كيلو مي. وهذا لانه احنا مش عم نستخدم المي بطريقه فاعله، جزء كبير منها بيروح تبخر، جزء منها بيروح تهريب في التربه، مرات ما في عندنا تقدير صحيح لاحتياجات، ما في عندنا كلايمت كنترول، وبالتالي استهلاك المي بيكون بشكل كبير. من الأشياء اللي مهمة اللي هو يعني إحنا كمهندسين في الفترة الحالية
عم نشوف انه القطاع الهندسي بطل انه واحد طلع عنده فكره وداها لمكتب هندسي قال له صمم لي الفكره، وداها لمقاول قال له نفذ لي الفكره. الشركات الهندسيه الكبيره اللي موجوده في العالم زي AECOM زي جايكوبس زي بلشوا هم عباره عن انفسترز، عباره عن كونتراكترز، عباره عن انتجريترز. فانا يعني اذا بدي اعمل فكره معينه فرضا لأوتيل او لمشروع مائي او لتحليه، صرت اجيب الشركه الهندسيه يفكروا معي شو طبيعه المشروع اللي لازم تكون. بطل انه انا طلعت عندي فكره بدي اعطيها لمكتب اكس وواي وزد على اساس انه يعمل لي هذا التصميم ورجع لي، لا، هو حتى صار بارتنر في الريسك، صار بارتنر في التمويل، صار بارتنر في التشغيل. لهالسبب بنشوف بعض الشركات زي سويز مثلا، بعض الشركات اللي موجوده في اوروبا في امريكا، هذول صاروا يدخلوا من بدايه المشروع من تصميمه من تنفيذه لتشغيله وحتى انتهائه، وبالتالي اما بيحولوا للحكومه او بيحولوا للجهه المعنيه او بضلوا يشغلوا. نفس الشيء مشاريع الجسور. بعض الشركات الهندسيه اذا يعني الواحد بصح له فرصه بيروح على معارض مواضيع اللي لها علاقه في نيو تكنولوجيز، اصبحت الشركات الهندسيه موجوده. يعني الشركه الهندسيه زي جايكوب صار عندهم ريسيرش ديبارتمنت بس شغالين على موضوع مثلا ترانسبورتيشن، شغالين على موضوع الاي موبيليتي، بظل 20 30 سنه يعمل ريسيرش تو بي ايبل تو انفست تو بي ايبل تو انفنت اند تو كم اب وذ نيو تكنولوجيز اند نيو انوفيشنز. فموضوع الهندسه اختلف من مفهوم التقليدي انه انا مصمم او متابع على التصميم او منفذ، لاصبح انه انا شريك، شريك في المخاطر وشريك في التمويل وشريك في التنفيذ وشريك في التشغيل. وهي من الوحدة اللي دخلت حتى في مواضيع الووتر سيكتور، في مواضيع السوليد ويست مانجمنت. فالشركات الامريكيه اللي موجوده والشركات الاوروبيه الموجوده عم بيشتغلوا بشكل كبير على موضوع السنسر تكنولوجي، لانه هو داخل بالووتر يوتيليتي، انا ما بدي افقد مي، فبدخل في مواضيع الانفستمنت للسنسر تكنولوجي مشان اشغلها. صاروا شغالين على موضوع الداتا، داتا اناليتكس، بيج داتا، يعني اذا بدي اخفف مثلا استخدام السيارات في مصلحه مياه معينه او في مرفق مياه معينه، لازم يكون عندي تريسيبيليتي سيستم، لازم يكون عندي ارتفيشال انتليجنس سيستم عشان احلل امتى السبلاي وامتى الديماند. فهي كلها الانتجريشن بين قطاع الاي سي تي اللي هو المعلوماتيه والكمبيوتر والانترنت مع قطاع الهندسه اصبح بشكل كبير، وخاصه في المواضيع اللي بنسميها احنا جرين ايكونومي سيكتورز اللي هي الطاقه المتجدده وموضوع المياه وموضوع الزراعة. يعني هون بعض التفاصيل اللي احنا حكينا فيها، بس زي ما قلت لكم يعني الاستهلاك، معظم الاستهلاك في الأردن وفي العالم العربي للمي هو لغايات إنتاج الغذاء. دائما 70-80% من استهلاكنا لغايات إنتاج الغذاء. في الأردن مليار ومتر مكعب حوالي 600 مليون ل 700 مليون يستهلكوا لإنتاج الغذاء. في مصر 80%، في المغرب نفس الشيء. وبالتالي الفرصة لتحسين الفود سيكوريتي إن نخفض استهلاك المياه، بدل ما أنا مثلا في مواضيع اللي هي الزراعة التقليدية الأوبن فيلد أجريكلتشر، إني أشتغل وأنتج أي سلعة غذائية، أنتج بندورة، أنتج خيار، أستهلك عليه 100 لتر ولا 120 لتر، إذا بقدر أستخدم تقنيات معينة زي الهيدروبونيك ممكن يصير فيه توفير بشكل كبير. وهذا ما بدي أطول عليكم اللي إحنا اشتغلنا في سنتر جديد أسسناه بالأردن سميناه وي أجري، وي أس كولكتيف أجريكلتشر، مش تو أجري يعني أنه نتفق، وي أجري نحن نزرع مع بعض، بالعربي إذا ما نحن نزرع. وهذا يعني in response to الفود، موضوع الفود سيكوريتي. هذا السنتر على طريق على طريق مادبة قريب من الأندلسية، بعد الأندلسية بحوالي كيلو على اليمين، منطقة الخضراء اسمها، منجو الخضراء. هو عبارة عن أكاديمية، مبنى زي ما أنتم شايفين هون، مبنى أكاديمية في قاعات للتدريب، عبارة عن بيوت بلاستيكية متطورة فيها 6 compartments لأغراض البحث والديمونستريشن والتعليم وpractical education. إشي منها glass house وإشي منها plastic house. البيوت مدفأة فيها climate control, climate computer.
هاي الوجه النهائية راح تكون للسنتر. الهدف تاعه to enhance food security through promoting sustainable farming. Sustainable farming again هو إشي له علاقة بنظافة المنتج، نوعية المنتج، عدم وجود مبيدات، واستهلاك أقل للمياه. هذا جزء منه تمويل شخصي وجزء منه شراكة مع الحكومة الهولندية. كيلو جرام بندورة إن شاء الله. إحنا هون نتأمل ننزل لحوالي 40 لتر لكل كيلو جرام بندورة، لأنه إحنا ما عندنا تقنية الريسايكلينج لغاية الآن، لأنه شوي ممكن. خلينا بس نحكي عن شوية عن السنتر. طبعاً من الأهداف الثانية اللي هو to respond to the climate crisis، دائماً إحنا نسميه agriculture footprint، يعني السياحة في footprint للسياحة اللي هو البصمة. الأجريكلتشر من أكبر الاندستريز اللي إلها بصمة كبيرة على البيئة. يعني بعد السيارات إنتاج اللحوم الحمراء للناس اللي بتاكل لحم كثير بيأثر بشكل كبير على الجرين هاوس غازز والميثان، ميثان إيميشنز، وهذا بطلع يعني تقريبا يقدر ب 35% من الجرين هاوس غازز تطلع عن طريق المزارع الأبقار. وأصبحت الناس يعني عندها أويرنس، عندها تعلم بهذا المجال، وصار يقول لك لا أنا بدل ما أكل كل 3-4 أيام أكل لي كيلو لحمة ولا نص كيلو لحمة، ممكن أغير أو أكل شغل جديدة أو ندخل نظام غذائي آخر معتمد مثلا بروتينات على البقوليات. باي ذا واي عملوا إحصائية قبل عدة أشهر، مركز اسمه إكبا في دبي، لقوا أنه تقريبا 10 برودكتس هي البني آدم بيستخدمها بتشكل حوالي 90-95% من استهلاكه الغذائي، اللي هو القمح والشعير وكذا. مثلا الكنوة مش موجودة، الكنوة منتج ممكن يمشي على مية مالحة، فيه بروتينات وفيه مواد غذائية ولكن لا يستخدم. فجزء كمان من تغيير الأويرنس تاعنا وتغيير النظام الغذائي تاعنا ممكن يساهم بشكل كبير في موضوع تخفيف استهلاك المياه. هذا السنتر من داخل هيك راح يكون، it's a platform، هو منصة للتعاون بين كل المعنيين في قطاع الزراعة. راح يكون في تجارب زي ما حكيت experiments and trials، راح يكون في شراكات مع الشركات الخاصة اللي تعنى في هذا الموضوع، وcreating a hub where horticulture practitioners can share experience and learn together. فيه different facilities. أنا بدي أوقف هون، هاي بعض الصور للبناء الحالي، وإن شاء الله افتتاح على شهر 12 أو بداية السنة القادمة بنكون خلصنا السنتر. ويعطيكم العافية، شكرا. إن شاء الله مبروك افتتاح السنتر، جهود مباركة، أكيد في حلول. ونشكرك على إطلاعنا على كل هاي المعلومات المهمة، لكن بعتقد الأهم من ذلك أيضا أو بيتوازى معه بالأهمية هو الاتصال مع أصحاب القرار حتى نحل هاي المشاكل اللي عم تحكي عنها. يعني من المهم جدا انه نصل لوزارة الزراعة، لوزارة المياه، حتى نوصل لهم هاي المعلومات اللي موجودة عندك. راح نكتفي لانه الأسئلة طرحت اثناء البرزنتيشن. وشكرا جزيلا مهندس، شكرا لك. شكرا. انا انبسطت بوجود دكاترتي من الجامعة، الدكتور سميح والدكتور رائد الصمرة والدكتور عبد القادر، درسونا يعني قبل كم من سنة، وانبسطت انه احنا ما شاء الله صحتهم واطلالتهم وجهودهم مباركه. والله انبسطت بوجودكم، الله يخليكم. لا خلينا نخبره، ولا كنا اعطانا الوقت، يمكن يكون اوريدي بيستنى. اوكي ما تركنا. هلا المتحدث الثاني عنا بالجلسة اعتذر مش راح يكون موجود. المتحدث الثالث هو المهندس غيث أبو ريدن واللي راح يشبك معنا أونلاين. المتحدث الرابع مش موجود، فإحنا بانتظار إنه يشبك المهندس غيث أبو ريدن
وإذا بتحبوا مدام في وقت إنه نرجع للمهندس رائد. أيوة. إذا في أي شخص عنده سؤال بحب يوجهه للمهندس رائد، مهندس رائد أنت موجود معنا؟ وين راح مهندس رائد؟ آه. اتفضلي. يعطيك العافية دكتور رائد على المحاضرة القيمة. كان بدي أسأل بس إنه مثلاً في الأردن عارفين إحنا إنه نسبة الأجريكالتشر الوتر اللي بنستخدمه للأجريكالتشر نسبة 51% من المي، وكمان نسبة الوتر ريسورس من الدامز اللي هم السدود حوالي 24 إلى 27%، يعني حوالي الثلث. والأجريكالتشر بتعتمد أساساً على مية السدود. وشفت إحصائية قريبة إني أبديتد إنه في الأردن إنه 44% فقط من الكاباسيتي نفسها اللي بيصير عندنا ستورج للمي. فشو عندك مثلاً أو ممكن تقترح لنا إنه أشياء ممكن إن إحنا نزيد نسبة، بدل ما إحنا بنحاول إنه نقلل إنه كمية الاستخدام للمياه، هل ممكن كمان نزيد نسبة الستورج لهي المياه نفسها وخصوصاً في الدامز؟ والشغلة الثانية كنت بدي أسأل إيش ممكن إنه نستخدم أو إمكانية الذي هي التكنولوجيا اللي هي الديجيتال توين، إنه نعمل زي سيميوليشن لهاي الدامز، وكيف إنه ممكن نعطي لها دايركشن أو إنه نربطها مثلاً بالجي آي إس وبالتكنولوجي بحيث تعطينا زي بريدكشن واضح لكيف ممكن هاي المي تتجمع، ونربطها بالويذرينج وكمية المياه، وكيف إمكانية أني ممكن تتطبق بحيث أن احنا نزيد نسبة الستورج. شكرا كثير. شكرا لسؤالك. يعني موضوع السدود عندنا بالأردن السنة الماضية تقريبا السدود وصلت لسعة تخزينية حوالي 30%. فالسدود بعض السدود مبنية وموجودة على كاتشمنت اريا وانحسبت هاي الكاتشمنت اريا وبالتالي بنوا سدود. السنة الماضية مثلا وصلنا في عندنا سد الموجب اللي بياخذ 39 مليون متر مكعب، وصلوا نص مليون متر مكعب. سد الوالي ما وصلوا مي تقريبا. اكبر سد موجود اللي هو سد الملك طلال ما وصل 45 مليون متر مكعب، مع انه سعة تخزينية حوالي 78 مليون متر مكعب. فموضوع انه نبني سدود زيادة الاردن يعني ما في، عم بصير حاليا اجين موضوع الكلايمت تشينج، موضوع انه نزلت عندنا احنا تقريبا كميات الامطار بين 15 إلى 20%، ومتوقع انها تنزل اكبر. فموضوع السدود اصبح يعني هو غير 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 مجدي، لانه بناء السدود مكلف وتجميع المية ما بيكون بشكل كبير. صراحة الأردن أكثر شيء ممكن يستفيد منه يشتغل على demand management side، بمعنى إنه إحنا خاصة في موضوع الزراعة نخفف استخداماتنا في موضوع الزراعة إلى حد معين طبعاً. ممكن نشتغل على المواضيع اللي لها علاقة بنيو innovations زي مواضيع desalination، وخاصة التحلية حالياً يعني من 40 سنت إلى 50 سنت كلفتها، ومتوقع إنها تنزل لحوالي 20 سنت خلال الفترة الجاية. عندنا احنا سولار باور عندنا بشكل كبير، دائما عم بيقولوا لنا انه الحكومه انه في زياده للكهرباء لهالسبب ما بدهم يطلعوا سولار، فعندنا زياده بالكهرباء. ليش ما يكون في تعاون بين قطاع الكهرباء وقطاع المياه بحيث انه احنا ننتج كميات اكبر من المياه عن طريق التحليه، وبالتالي نحل مشكله الميه، زائد انه الكهرباء اللي بندفع ثمنها اوريدي، لانه احنا في عندنا بي او تي اجريمنتس بسموها تيك اور باي برينسيبلز، يعني انت الكهرباء الجنريتنج كاباسيتي عم تدفع ثمنها، اخذتها ولا ما اخذتها. فاحنا اذا ممكن نعمل حلول تمشي على موضوع الكهرباء وموضوع الميه هذا بيكون بشكل جيد. يعني في بعض الطروحات كمان لها علاقه في انا ايش ازرع. مثلا اذا بتتذكروا احنا قبل حوالي 20 سنه موضوع المجهول ديتس، تمر المجهول ما كان موجود بالاردن بشكل كبير. هلا تحولت زراعات كبيره على المجهول ديتس، هذا يصدر بحوالي 8 دنانير للكيلو. فعندي المتر مكعب البرودكتيفيتي تاعته الإنتاجية تاعت متر المي تحولت مني إني أنتج عليها بندورة بطلع لي نص دينار، لأنتج عليها
تمر عم بيطلع لي 8 دنانير، فإحنا كمان كيف نختار المحصول، كيف نختار الإنتاجية، هذا كمان بيعكس على موضوع الووتر برودكتيفيتي والووتر فاليو. شكرا. لو سمحت تطلعنا إذا عندك معلومات عن آخر مستجدات مشروع قناة البحرين، يعني وين وصل الآن؟ هاي في معنى المهندسة من سلطة المياه، تحبي تحكي؟ فكرت. يعطيك العافية مهندس رائد. مهندس حنين قبلان من سلطة المياه، حكيت من ضمن الانوفيشنز عن الارتفيشال انتليجنس بالريفينيو ريدكشن. كان وي ابلاي ات ان جوردن اند يعني وات از ذا كوست، يعني ات ويل بي كوستي اند يعني اول شيء الكوست والابليكابيليتي، يعني كان وي ابلاي ات ان جوردن او لا؟ خليني احكي اول شيء على موضوع قناه البحرين. قناه البحرين اللي هي كانت عباره عن قناه، هو خط انابيب مش قناه حتى، بايب لاين بضخ ميه من منطقه العقبه الى منطقه قريبه من منطقه بئر مذكور، ارتفاعها حوالي 170 ل 180 متر فوق سطح البحر، وبعدين تنزل بالانسيابيه الى البحر الميت. وخلال مرحلة الضخ ومرحلة الانسيابية عم بتولد طاقة كهربائية، لأنه في عنا إحنا ديفرنس الليفل، وهاي الطاقة الكهربائية تستخدم في موضوع التحلية، وبعدين تضخ المياه بعد هذا الحكي، تضخ المياه إلى عمان والمدن الأخرى حتى تزودها بالمياه المحلاة لغايات الاستخدام المنزلي. هذا كانت فكرة المشروع. هل هذا المشروع توفى؟ يعني لعدة أسباب، أسباب سياسية جزء منها، وأسباب الكلفة العالية، جزء يعني أنت عم بتجيب مية بتحليها بدك تنقل المية كاملة وبعدين تحليها وبعدين ترجع تضخها 1400 متر توصلها لعمان، فهي تكلفة كبيرة جدا. طبعا جزء من الكلفة كان موزع على 3 اتجاهات، أو الكلفة كانت موزعة على 3 اتجاهات. الجزء الأول اللي هو الفوائد البيئية للمشروع، فكانوا الدونرز بيقولوا أنا بدفع حوالي 30% من كلفة المشروع وبسجله فوائد بيئية، ظلوا 70%، 70% بده يدفعها الحكومة الأردنية وبده يدفعها المستهلك. المستهلك حاليا الأفرج بيمنت بير كيبك متر بالأردن بتوصل حوالي نص دينار ل 55 قرش. في بعض الناس كل 3 أشهر بتجيهم فاتورة 6 دنانير، فبدفعوا يعني أقل حتى من 10 قروش بير كيبك متر، هاي بنسميها الطبقة المدعومة، وأعلى تعرف عنا بتصل لحوالي دينار وعشرين قرش اللي هو بعد ما يستهلك الواحد 120 متر مكعب فما فوق. فالمستهلك ما عنده قدرة إنه يدفع لهاي الكلف العالية. هلا فهذا المشروع وأسباب سياسية توفى هذا المشروع ونحط على جنب. فهلا صار يحكوا عن مشروع اللي هو عقبة عمان ووتر كونفيانس سيستم، مظبوط هيك مهندس حنين؟ هيك اسمه الناقل الوطني عقبة عمان ووتر كونفيانس سيستم، اللي هو المية ما بتتحلى ما بتتحلى جوا بالأردن في الإنلاند، بتتحلى بالعقبة، الراجع بروح على البحر الأحمر برجع على خليج العقبة، والمية المحلاة فقط هي تنقل إلى عمان. وشكله الدعم السياسي لهذا المشروع أكثر من الدعم السياسي لمشروع ناقل البحرين، وبالتالي هو رح يمشي. حاليا بارح بقرأ بالجريدة معلومات عامة يعني انه في 5 شركات هي اللي تأهلت الائتلافات اللي موجودة، وهي الائتلافات اعطوها اكستنشن، اعطوها تمديد لتقديم العروض تاعتهم اللي رح تكون بشهر 11 او بشهر 12. هذا اللي فهمته انا. فالمشروع ماشي، حوالي 70% من تكلفة المشروع له تمويل، موجود تمويل حاليا. الكوست الكابيتال انفستمنت 2.8 بليون، بليون مليار.
في أسباب مختلفة، هاي خارج معرفتي أنا. بس بدي أرجع للمهندس حنين بسرعة بالنسبة لموضوع الارتيفيشال انتليجنس، وهل تطبيقه ممكن يكون في النون ريفينيو ووتر؟ يعني في عدة يوتيليتيز هلا موضوع الداتا اناليتكس والبيج داتا بياخذوا معلومات، بس بده انفستمنت بشكل كبير. يعني لازم تكون الشبكة زي ما انت بتعرفي، انت ووتر سبلاي انجينير، مقسمة الى ديستريكتس وزونز، وهي الزونز لازم تكون محكومة وميترد بشكل كبير، ولازم يكون كونكتيفيتي بحيث ان الواحد يحط ال خطوط الاتصالات اللي تودي المعلومات وتروح لميجر كمبيوتر سيستم يصير عليها تحليل. فكل هاي بدها شغل كثير، بس هو ابليكابل، اكيد ابليكابل. شكرا. كان في هدف منه كمان انه احنا نرفع منسوب اللي هو البحر الميت. عندنا مشكله في البحر الميت، عمالها بتنزل منسوب المياه فيه من 90 سنتي الى متر كل سنه، وهذا متسارع جدا. يعني هلا كان قبل 3-4 سنين 90 الى متر، حاليا صار متر الى متر وعشرة كل سنه، عم بزيد، عم متسارع البخر تبعه، ونزول منسوبه مؤثر جدا على الوضع، انه بتغور الميه عندنا عمالها، حتى الميه السطحيه صارت تغور لاعماق اكبر، وبطلنا نستفيد منها في الكاتشمنت ايرياز اللي هم تبعوت السدود. يعني بمعنى انه سدودنا حاليا ما عادش يتجمع فيها المتوقع او اللي كان يتجمع فيها قبل هيك. بس بينما الناقل الوطني ما في عنده الهدف هذا، فإحنا ما حلينا المشكلة. والرقم المبلغ اللي أنا سمعته عن الناقل الوطني إنه 2.8 بليون، يعني مش كتير أقل من الرقم اللي كان محطوط لناقل البحرين. فأنا مش فاهمة ليش فضلوا هذا على هذا. حاليا أنا معك، تأهلوا 5 ائتلافات عنا، تأهلوا فنيا للمشروع وبانتظار يقدموا العرض. بس أنا المشروع ناقل البحرين كان فيه له هدف أكبر كمان نهائي، فسوري يعني بس ما عرفتش ليش. شكرا لك. أنا سؤال أخير بعدين رح ننتقل أونلاين. تفضل. بسبب قلة التكلفة بالوقت الحالي، فلو طلعنا على سلبيات موضوع التحلية من ناحية تأثيره على الكائنات البحرية، من ناحية تأثيره أنه نحن بنرجع على البحر مياه فيها تركيز أعلى من المواد السامة، فيها تركيز أعلى من الملوحة، كمان فيها انبعاثات حرارية أعلى. فشو يعني هل فعليا موضوع تحلية المياه إيجابياته أكثر من سلبياته أو لا؟ كاهل المهندس الله يعطيك العافيه. موضوع قناه البحرين او الريد تو ديد بروجكت، اكيد فوائد البيئيه اللي انا حكيت عنها، لهي الفوائد البيئيه غير متحققه عن طريق الناقل الوطني، واللي هاي تقريبا كلفتها قدرت بحوالي 30% من قيمه المشروع، ودفعوها الدونرز، يعني اللي هم الدونرز اللي عم بتعاملوا مع قطاع المياه بالاردن، دفعوا هالتكلفه هاي اللي هي حوالي 30% من قيمه المشروع. الكلفة اللي كانت متوقعة في غايات تنفيذ الناقل الوطني أعلى، سوري، في غايات الناقل البحرين أعلى كثير من الناقل الوطني، يعني وصلت حوالي 8 مليار. ثمانية، فهذا بس 8 مليار بيطلع تقريبا 700 مليون متر مكعب. إحنا عندنا هذا 2.8 بليون، أقل من هذا بيطلع 350 مليون متر مكعب، النص او اقل من النص. فبس يعني هاي تعليق على هذا الموضوع. بالنسبه للتحليه، اكيد يعني الخليج العربي حاليا، لانه الكويت بتحلي، السعوديه بتحلي، الامارات، فالخليج العربي يعني اصبح بيئه قاتله، لانه برجع عليه ريجكت ووتر، بيسموه ريجكت ووتر. بس في بعض المناطق لسه بتتحمل، يعني موضوع البحر الاحمر لسه بتحمل، البحر المتوسط بتحمل بشكل كبير. في ميتيجيشن اكشن، الميتيجيشن اكشن الواحد الريجكت ووتر ما ينزلوا مباشرة، يعملوا ديسبيرشن، ينزلوا تحت عمق أقل من 300 متر
تحت مستوى سطح البحر، ما تكون نقطة واحدة مركزة، يكون في ديليوشن، يعني في سوليوشنز معينة لهذا الموضوع. شكرا لكم. شكرا جزيلا. لا بالعكس، احنا اخذنا من وقتك. شكرا جزيلا لمعلوماتك. هلا رح ننتقل اونلاين. مهندس غيث انت معنا؟ سمعنا. يلا تفضل. دكتورة حنان النمري رئيس الجلسة رح تكون معك، تفضل. اهلا وسهلا مهندس. معنا المهندس غيث ابو ردن، هو طالب دكتوراه في جامعة بودابست يونيفرسيتي اوف تكنولوجي اند ايكونومكس، ورح يتحدث عن stability of structures and structural elements. You have 20 minutes. The floor is yours. شايفين الشاشة؟ لا لسه ما بينت مهندس. يمكن اوكي هيك تمام. شكرا. تفضل. This is presentation number two after two presentations I am giving in this conference. The first one I have talked about the fossil uses of energy manufacturing, commonly known as 3D printing, in the construction field or in civil engineering. In this one, I will show our efforts.